بعد الانتصار على البرتغال ماشي فريق سهل والحمد لله كل شيء فرحان الشعب خارج ديما مغرب ديما مغرب مغرب ديما مغرب ديما مغرب بسم الله الرحمن الرحيم. مقابلة كانت جيدة، كنت متوقع الفوز للمنتخب المغربي وديما مغرب الفينال عدوا حنايا واليوم الوالد داير معاه 500 درهم ومغرب. Je suis fier des Marocains, bravo les Marocains, bravo, bravo, bravo. Vive le Maroc, vive le Maroc, vive le Maroc, vive le Maroc. خويا اليوم المغرب عجبوني اليوم وبالفرحة عليا وديما مغرب وان شاء الله غنربحو الفرقات الاخرين. وي ديما مغرب يا خويا هاك الله معاك. هانيه الفريق المنتخب المغربي الحمد لله دزنا للدور نصف النهائي وكان مد المنبر كنتمنى ان شاء الله ندوزو النهائي ونديو الكاس ديال العالم. مبروك علينا. الارض تتكلم عربي، الارض 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 تتكلم مغربي، الارض الارض. اليوم لعبوا المغاربه وفازوا على البرتغال، حققوا نصر، نصر غير منتظر، نصر لم نراه المغرب ابدا ابدا. الحمد لله هذا نصر لنا وللعرب كافه. اشطرعت نقول لك اخويا فرحه لا يرجى لها اليوم. وتحية السي وليد كنشكرك بزاف اخويا، الله يرحمك امي، الله يرحمك الوالدين اخويا وليد، كنشكرك بزاف. لا فرحتينا وفرحتي الشعب المغربي والشعب العربي بصفة عامة. وتحية الدراري كله من البوطو حتى لراس الشبكة، كنشكرك بزاف اخويا وليد. صراحة ما عشتنا العيال الفرحة ديال 86 ولكن صراحة نعشتها باقي الحياة. شكرا بزاف اخويا وليد، تحياتي ليك اخويا وديما مغرب.